النار مرة، فإذا جاوز النار التفت إليها ثم قال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فيجلس على شفير جهنم، لكنه قد نجا من النار، فيرى أنه لا أحد من الناس يكون جزاؤه أعظم من الجزاء الذي أعطي إياه إذ قد نجا من النار. فبينما هو على ذلك إذ ارتفعت له شجرة، فلما رآها قال: يا ربي أدنني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي. ثم يعاهد ربه ألا يسأله غير تلك الشجرة أبدا، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيأذن الله تعالى له فيدنو من تلك الشجرة، يستظل بظلها ويشرب من مائها. فبينما هو على ذلك إذ رفعت له شجرة أحسن من الشجرة الأولى، فيقول: يا ربي أدنني من تلك الشجرة الثانية لأشرب من مائها وأستظل بظلها وعزتك وجلالك، لا أسألك غيرها أبدا. فيقول الله تعالى: يا ابن آدم، ألم تكن عاهدتني ألا تسألني غير تلك الشجرة؟ فيقول: يا ربي وعزتك وجلالك، لا أسألك غيرها أبدا. فيأذن الله تعالى له إذ أنه يعذره فإنه يرى شيئا لا صبر له عليه. فيأذن الله تعالى له فيدنو من الشجرة الثانية، يستظل بظلها ويشرب من مائها. فبينما هو على ذلك إذ رفعت له شجرة ثالثة عند باب الجنة، هي أحسن من الشجرتين الأوليين، فيتصبر فلا يصبر، فيقول: يا ربي أدنني من تلك الشجرة الثالثة لأستظل بظلها وأشرب من مائها وعزتك وجلالك، لا أسألك شيئا غيرها أبدا. فيقول الله: يا ابن آدم، يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تكن عاهدت ألا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى يا ربي هذه، ولا أسألك غيرها أبدا. وربه جل جلاله يعذره، فإذا أدناه الله تعالى من تلك الشجرة وجلس عند باب الجنة سمع أصوات أهل الجنة وما هم فيه من النعيم والحبور والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، لكنه لا يصبر على ذلك، فيقول: يا ربي يا ربي أدخلني إلى الجنة. فيقول الله تعالى له، وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض، يقول له: يا عبدي أدخل إلى الجنة. فإذا دخلها خيل إليه أنها ملأى، خيل إليه وظن أن الجنة ممتلئة بهؤلاء الأقوام الذين سبقوه إليها، وأن القصور قد نزلت، وأن الحور العين قد تزوجت. فيقول: ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله تعالى: يا ابن آدم، ما يرضيك مني؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هذا العبد يسمع مثل ذلك، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول: رضيت ربي. فيقول الله تعالى له: ذلك لك ومثله 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 ومثله، خمسة أضعافه. فيقول في الخامسة: رضيت ربي رضيت ربي. فيقول الله تعالى له: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ثم يقول الله تعالى له: تمنى يا عبدي، تمنى، ماذا تريد؟ تمنى يا عبدي. فيتمنى، يقول: يا ربي أريد كذا وكذا. فيقول الله: ذلك لك. يقول: وأريد كذا. يقول: ذلك لك. يقول: وأريد كذا. يقول: ذلك لك. فإذا انقطعت به الأماني، قال الله تعالى له: أفلا تريد كذا؟ انظر إلى رحمة أرحم الراحمين، يذكره بهذه النعم، يقول: أفلا تريد كذا؟ فيقول: بلى يا ربي. يقول: هو لك. ثم يقول الله: أفلا تريد كذا؟ سل مني كذا. ثم يعطيه الله تعالى كل ذلك حتى تنقطع الأماني عنه. ثم يأذن الله تعالى له أن يدخل إلى قصوره وبيوته، فإذا دخل إلى قصره دخلت عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فينظر في نعيمه
ثم يقول: والله ما أعطي أحد من النعيم مثل ما أعطيته أنا. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فلما سمع موسى هذا وهو الذي سأل ربه عن أدناهم منزلة قال: ربي فما أعلاهم منزلة.